ولأننا جزء مهم من دبي الطموحة، نتابع التوجهات العالمية في مجال العمل البلدي، ونرسم سيناريوهات نطبقها عن طريق مشاريع تحولية لتوفير أفضل جودة حياة في العالم. وبتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله ورعاه، رسمت دبي خريطة مستقبلية متكاملة للتنمية العمرانية المستدامة عبر خطة دبي 2040.